طيب عملنا الكبده الخطيره ريحتها يا جماعه تحفه، وقفنا قد ايه ولا حاجه، ده انا وقفت وحكيت ورحت فاصل ورجعت، فعلا تحفه ما تاخدش وقت، تدينا كميه حلوه جدا زي ما قلت لكم، شويه رز وشويه سلطه بقى. السلطه بتاعتي دي انا بسميها سلطه العزومات، وهي سلطه وسلطه مشبعه واشبه بالفته. ليه؟ انا هعمل ايه؟ انا هعمل سلطه عدس، بس هي سلطه فتوش. ازاي؟ هقول لكم. طيب انا عندي هنا مقاديري ايه؟ سلطه فتوش العدس مقاديري ايه؟ اول حاجه عندي هنا كان من العدس من وادي فود اللي هو مسلوق وجاهز على طول على الفتح، لا هتنقي ولا هتسلقي ولا ولا ولا، خلاص؟ عدس اسود من وادي فود او لو عدس بجبه. عندي هنا بقى ثلاث خيارات، اربع طماطمات خاص جوليان، ممكن كابوتش او الخاص البلدي بتاعنا، فجل احمر خطير، بصل احمر مكعبات صغيره وجرجير، نعناع فريش وده اساسي معايا، ليمون وملح وفلفل اسود، دبس رمان وتوم وزيت زيتون وسماء، والعيش عندي هنا محمصه شويه زيت زيتون برده في الفرن. يقول تاني سلطه فتوش العدس ازاي؟ بصوا انا بسميها فته، هي ليه عيش وعندي هنا العدس وعندي هنا مجموعه خضار حلوه جدا، وكمان الدريسنج بتاع سلطه الفتوش اللي هو مميز قوي قوي. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هاخد عندي كده هنا العيش وانزله في طبق التقديم اهو، اوزعه كده تمام. خلوا بالكوا الدريسنج بيتحط على طول مباشره على الاكل. خلاص هاخد باقي الجرجير واروح حاطاه، الكابوتشي او الخس بتاعنا، الطماطم، كل التقطيعات عندي بالشكل ده اهو، وبتدينا كميه حلوه جدا، واحنا مقطعين حاجه من كل حاجه، حاجتين ثلاثه زي ما انت عايزه. نقول الو يا ميرفت. يا صباح الفل والورد والياسمين. يا صباح الفل يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله، انت عامله ايه؟ حلوه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. الله يخليكي، انت وحشاني قوي قوي. وانت كمان يا حبيبتي، قولي لي ايه رايك في اكلنا النهارده، سهل ولا؟ انت كل حاجه من ايدك زي العسل. يا حبيبتي ربنا يخليكي والله، تسلمي لي بجد، شكرا شكرا جدا على كل كلامك وتشجيعك دايما يا حبيبتي. الله يخليكي، انا عايزه اقول كل طيبين لكل العالم، وربنا يفرح قلوب كل الناس يا رب. امين يا رب، امين يا حبيبتي، ويفرح قلبك بجد، وميرسي على كلامك الحلو، وميرسي على معايدتك. انا اللي ميرسي خالص، دايما سامعين صوتك بجد يا حبيبتي بكل خير. الله يخليك، وبصبح كمان على كل أصدقاء البرنامج وكل جروب البرنامج يا حبيبتي بجد، شكرا شكرا من كل قلبي، ميرسي ليكي قوي 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 يا حبيبتي، تسلميلي تسلميلي. طبعا السلطة دي أنا عندي في الصيام أساسية، بحبها جدا جدا. ليه بقى؟ في يوم كده الأيام اللي ببقى مش عايزة، عارفين كده اللي هو عايزة أعمل حاجة خفيفة، بلجأ لي السلطة جنبها أي حاجة، إن شاء الله شوية بطاطس. بصوا بتبقى حاجات لذيذة جدا، حطيت زيت زيتون وعندي هنا الخل وعندي الليمون وعندي السماء وعندي الثوم. بصوا بقى الأول ده هقلبه كده، استنى نروح نجيب، بقلبه ما بحطش الدريسنج يا جماعة قبل ما بقلب. عندي هنا ده الخضار وأحطه كمان على العيش، وبحط الدريسنج بتاعي ده عند التقديم. السلطه دي بالنسبه لي العشق العشق. طيب العدس بقى هنا ايه فايدته؟ العدس هنا يا جماعه بروتين، يعني هي لحد كده فتوش خلاص. العدس بقى هنا مصدر البروتين اللي موجود في السلطه مع كم الخضار الرهيب ده، واخدين بالكم؟ تعالوا نحط عندنا هنا، الله بصوا عامله ازاي تحفه. انا بالنسبه لي السلطه دي وبس كده، ده الغدا بتاعي. تعالوا نحطها هنا على طبق التقديم اهو، نوزع. بصوا يا جماعه بجد بجد الوصفات سهله وسريعه، طول ما احنا عندنا الحاجه على طول جاهزه.
بصراحه وادي فود مبسطه لنا الدنيا ومبسطه لنا وقفه المطبخ ومخليانا اي حاجه عايزين نعملها نفكر نعملها على طول نلاقيها عندهم. هم بيقدموا الحاجات كلها معلبه، مخللات، فول، ذره، فاصوليا، العدس، طبعا الحاجات الفروزن. هروح منزله شويه هنا الميه اهي. وحط باقي عندي العدس هنا، إضافة خطيرة أهو، أوزعه كده كمية حلوة جدا وكبيرة مشبعة قوي. الناس يا جماعة اللي بتشتغل ودايما شايلة هم عايزين ناكل بروتين بره البيت بس مش عارفين ناكل ايه، صايمين، لا افتحوا العلب دي وحطوا عليها عصرة ليمون، شوية كمون وملح وفلفل اسود وبس كده، مع شوية خضار انتوا بتاكلوا حاجة مضمونة وحلوة قوي ومغذية وصحية. الله. نيجي بقى دلوقتي لدور مين بقى؟ الدريسنج بتاعنا. خلاص تعالوا بقى، يلا اهو. الله الله. واخر حاجة شوية بقى دبس الرمان اهو. ايه السلطة الحلوة دي؟ بس كده والنعناع، بس سلطة خطيرة في شكلها وفي مقاديرها وفي بساطتها. واسمحوا لي رشة سماء على الوش وشوية النعناع بقى. طيب طبعا ايه البركه دي؟ طيب عندي هنا النعناع بقى احطه كده. الله، حبه حلوين كده، حبه حلوين. الله،